إذا مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، مساء الخير ومساء النور، ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من قلب الطوالع نواحي بن سليمان. فرجال الدرك الملكي مازال صاهرين على كل صغيرة وكبيرة من أجل إنجاح هذه الليلة، ليلة البوناني. سنة سعيدة لكل المغاربة ولكل مشاهدي قناة شوف تي في، تدخل عليكم بالصحة والسلامة والأمان إن شاء الله على الصورة. فبرافو رجال درك الملكي، قايمين بالواجب ديالهم امامكم على الصوره. فالحمد لله الى حدود اللحظه الامور تبشر بالخير، الامور جد ايجابيه، الصوره امامكم. فالساعه تشير الى 1:45، مازال رجال درك الملكي واقفين وصاهرين على كل صغيره وكبيره. إذن مرة أخرى مساء الخير ومساء النور لكل متتبعي قناة شعب قناة شوف تي في، وأهلا وسهلا معنا في هذا اللايف من قلب الطوالع نواحي بن سليمان. فرجال الدرك الملكي مازال صاهرين كيف ما ذكرت سالفا على كل صغيرة وكبيرة في هذه الليلة، ليلة البوناني سنة 2023. تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. الصورة واضحة أمامكم، فأي سيارة أو دراجة نارية كيتم التوقيف ديالها، والمراقبة مراقبة صارمة لكل سيارة ولكل دراجة نارية. كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، فأي سيارة كيتم التوقيف ديالها والمراقبة ديالها عاد كيتم السماح له بالمرور. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، برافو لرجال الدرك الملكي اللي كيسهروا على كل صغيرة وكبيرة من أجل مرور ليلة البوناني بدون أي مشاكل. إذن دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر من قلب الطوالع نواحي بن سليمان. كيف ما كتشوفوا معايا رجال الدرك الملكي مازال صاهرين على كل صغيرة وكبيرة من أجل كيف ما ذكرت سالفا كيف ما ذكرت من أجل مرور هذه الليلة ليلة البوناني بدون أي مشاكل. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من قلب الطوالع نواحي بن سليمان. ف رجال الدرك الملكي كيقوموا بالإجراءات صورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوفتي، فأي سيارة ولا دراجة نارية فكيتم توقيف ديالها من أجل المراقبة، عاد كيتم لها السماح
إذن كيف ما كتشوفوا معنا مرة أخرى، برافو لرجال الدرك الملكي اللي واقفين على كل صغيرة وكبيرة من أجل مرور ليلة البوناني بدون أي مشكل. إذن ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدي قناة شوف تي في، دمتم في رعاية الله وسنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والسلامة، ومرة أخرى برافو لرجال الدرك الملكي اللي واقفين على كل صغيرة وكبيرة. تصبحون على ألف خير مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.